هما لو انت جيتي بصيت حضرتك للحضاره المصريه القديمه، العالم كله العالم الغربي اللي فيه بعض الناس فيهم بيدعم هذه النظريه بيهتموا بعلم المصريات. ليه؟ لان حضرتك علم المصريات هو نقطه في بحر. والدليل على كده ان انت لو جيتي بصيتي لعلم الايجيبتولوجي او علم المصريات بصفه عامه هتبصي تلاقي حضرتك فيه اسرار حيرت العالم كله. بالتالي على كده هقول لك لحضرتك ثلاث اربع نقط مهمين. اول نقطه مثلا في مجال الطب، لو انت جيت بصيت للمصريين القدماء هتبص تلاقي ان المصريين القدماء دولت اصحاب حضاره. المصريين القدماء اول ناس عرفهم الجسم البشري بتفاصيله بتشريحه بكل حاجه، اول ناس عرفهم القلب وعرفوا مكانه، اول ناس عرفوا التحنيط وعرفوا يشرحوا الجثه من حلو. ده كل جميل جدا يا دكتور، بس احنا عايزين نرد على الجزئيه الخاصه بانه كيف تضحض علميا، كيف يعني رد التاريخ من خلال الكتب والمراجع انه هذه الحقائق ليست موجوده. طيب انه اصل الحضاره المصريه ليس اصلا فرعونيه، انه يعني لا هذه الجزئيه ليس اصلا فرعونيا، صحيح؟ هم بيقولوا كده، هم بيقولوا، لكن احنا بنقول ايه؟ رد حضرتك العلمي. بص حضرتك هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان في تماثيل للملك توت عنخ امون مصوره بالشكل الاسود. الرد على النقطه دي، ما انا اقول لحضرتك كذا نقطه اللي هم اتكلموا فيها وهنرد على كل نقطه بالراحه. طيب انا ارد عنهم في النقطه ديت بان تمثيل الملك في العالم الاخر لازما ده عالم موت. يعني انت لما بتيجي تصوري شخص في العالم الاخر بيصور باللون اللون الاسود، لازم يبقى لون رئيسي في لون التمثال نفسه. عندنا التماثيل بتصنع من البازلت والبازلت ده لونه اسود، فهو الحجر نفسه لونه اسود. لا علاقه له بالعرق. لا ماليش علاقه بقى بالعرق. لو جيتي بصيتي قال لك ده انتوا بتكسرهم انوف التماثيل، الانف بتاعت احنا عندنا في كتير جدا من التماثيل الانف بتاعتها مكسوره عشان ما تبينوش ان الانف كانت مفلطحه. ما هو انت حضرتك لو جيتي بصيتي، عشان برضو ما انا بقول القصه مش قصه شخص اسمر اللون، قصه زنجي وشخص مصري برضو عشان اوضح غلطات، يعني استمرار في المسلسل المغلطات. لا 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 لو الكلام ده انا بوضحه للساده المشاهدين عشان خاطر احنا مش بنتكلم على الجنس البشري، لان احنا عندنا ناس ذوات احنا كلنا طبعاً. بشرتنا خمريه طبعاً. وفي ناس بيض فينا وفي ناس سمر طبعاً. بس ليسوا بالشكل الزنجي. أيوة. وليسوا ايه؟ ليسوا زنوج، لكن هم بيدعوا ان الزنوج هم اصل الحضاره. الجزئيه بتاعت كسر التماثيل ده شيء اصلا طبيعي، يعني ده مش يقول لك عشان التمثال يتنفس وقصه، يعني انا مش عايز، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هاتي بقى التماثيل اللي ما انكسرش الانوف بتاعتها، هاتي اشكال التماثيل، هاتي الملك مثلا رمسيس الثاني تماثيله موجوده، وقارني هتبص تلاقي مصريين بنفس الجين بتاعه. لو جيت حطيت صوره واحد مصري وصوره الملك رمسيس الثاني، صوره الملك تحتمس الثالث، الملك احمس وهو الى اخره، هتبص تلاقي ما هماش زنوج. هل انت من وجهه نظرك لما جيتي بصيتي مثلا لاي صوره مثلا مصوره على جدران معبد او على جدران مقبره، هل اتضح لك ان ده شخص المناخير بتاعته مفلطحه والشفتين عنده مترهلتين بالشكل الزنجي؟ ملامح ليست زنجيه او ليست افريقيه خالص. فده المسار. الفكره بقى انه يعني بيتناولوا حاجات يعني تفاصيل غير واقعيه وغير منطقيه، لكن احنا عندنا الردود الواقعيه الكبيره، وبالتالي هل هذه يعني دايما تقول عليها زوبعه في فنجان يعني للاسف ما بيسكتوش.